الجمال هو أكثر بكثير من مجرد وجه جميل. المظهر الخارجي هو نافذة على الصحة العامة التي تتمتعين بها. ملمس بشرتك وابتسامتك كلها انعكاس لنظامك الغذائي المتبع ولصحتك. دعونا نتعرف على أهم أسرار الجمال التي تساعدك على اكتشاف ذاتك من الداخل والخارج. لابتسامة ساطعة، تناول الفراولة التي تحتوي على مواد تزيل البقع من الأسنان والغنية بفيتامين سي، والذي يساعد على إزالة طبقة البلاك من الأسنان. لأظافر وشعر قوي، تناول الجوز والبيض، وكلاهما مصادر جيدة من البيوتين، مما يساعد على تعزيز الأظافر ونمو الشعر. لبشرة شابة، تناول أسماك مثل السلمون أو السردين من 2-3 مرات في الأسبوع. الأسماك عالية بالأحماض الدهنية الأوميجا 3، فتقلل من الالتهاب وتقوي الأغشية الخلايا بحيث تجعلها تحتفظ بالمزيد من الماء، مما يكسب الجلد ليونة وتراوة أكثر. يأتي الجمال من داخل جسمنا ونوعية الطعام المتناول، فاختار طعامك بعناية. اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يساعدك على نزول وزنك أكثر. السر يكمن بأن جسمك يحرق ضعفي عدد السعرات الحرارية من خلال هضم البروتينات، مما يفعل عند هضم الكربوهيدرات. الأطعمة المليئة بالبروتين مثل الدجاج والسمك والمكسرات والبيض والبذور، عندما تمر من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة تمر ببطء أكبر من الكربوهيدرات والنشويات، مما تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وبالتالي رح تأكل أقل. الكافيين هو العلاج الفعال للأكياس المنتفخة التي تظهر تحت العينين، فهي يساعد على إزالة الانتفاخ عن طريق الحد من احتباس الماء وانقباض الأوعية الدموية، مما يجعل الجلد تحت العين مشدود أكثر. قم بغلي الماء وانقع 2 من أكياس الشاي الأخضر أو الأسود لمدة 5 دقائق. قم بعصر الأكياس ثم ضع أكياس الشاي بالثلاجة، والآن أصبحت جاهزة. ضع على عينيك كيس الشاي البارد لمدة 10-20 دقيقة. إذا لم يكن لديك ما يكفي من الوقت لممارسة التمارين الرياضية، قم بتكثيف التمرينات الرياضية في فترات متباعدة باليوم، لا تزيد عن 10 دقائق كل مرة، وكررها من 2-3 مرات باليوم. يمكنك أن تفقد الوزن أسرع إذا قمت بتمارين كثيفة ولفترة قصيرة، لأن بهذه الطريقة تجعل العضلات على طول مستعدة للتمرين، وبالتالي تحرق سعرات حرارية أكثر. يمكنك أن تمارس رياضة المشي لمدة 10 دقائق، ومن ثم تقوم بعمل تمرين البوش أب بتكرار كبير لمدة دقيقة واحدة. عد للمشي مرة أخرى ببطء. تذكر أن الموضوع لا يتطلب الكثير من الوقت. هذه الطريقة تحرق السعرات الحرارية أكثر من ممارسة المشي لوحده. للحصول على شعر لامع وناعم وقوي ولا تتكسر أطرافه، قومي باختيار زيت من الزيوت التالية: زيت الأرغان والمستمدة من شجرة الأرغان، أو اللوز، أو زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون الجيد. ضعي 1/4 كوب من الزيت وقومي بتمشيط الشعر، ثم لفي الشعر بمنشفة دافئة لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم استخدم الشامبو كالمعتاد. كل من هذه الزيوت غنية بالمواد المضادة للأكسدة وغيرها من العناصر المغذية التي تساعد على منع التكسر وإضافة التألق الرائع لشعرك. هناك سر صحي لمحاربة رائحة الفم الكريهة، وهو تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال أو التوت أو الفراولة، والتي تساعد على مكافحة البكتيريا بالفم. وبالإضافة إلى تفريش أسنانك مرتين في اليوم، يجب أن تقوم بالخيط مرة واحدة يومياً. خيط الفلوسينج أمر بالغ للأهمية، لأنه بيزيل البكتيريا وطبقة البلاك بالأسنان اللي ممكن أن تكون مصدر رئيسي لرائحة الفم الكريهة.